تهدئة من الناس. مرحبا بكم. نظمت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف مطعمين لعابري السبيل ولإفطار الصائمين في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم. وهذا المطعمين على مستوى مسجد القدس ببلدية النعامة، والمطعم الثاني كذلك ببلدية تيوت وتحديدا بزاوية الشيخ محيوي. مسافر البجبجي مختار، ولاية البجبجي مختار، والحمد لله جماعة قاموا بنا هنايا. طعم هما حبسونا. درناها الخطره اللي فاتت العام الماضي ونجحت الحمد لله، نجحت فيها اقبال كبير لا من المحسنين لا من عابر السبيل. يحضروا كاين افراد، كاين فرقه التنقيات على الخضره، وكاينين اللي تنصب متطوعه تنصب هي اللي دير الطبخ، وكاينين اصحاب السلطه وحدهم، والمتطوعات ينقوا ينظموا الطاولات ويمسحوا.